كاينه شي حاجه حسن اللي كتساعدها. وحتى المونتاليتي اللي تقول راه 600% صافي دير راه هذاك هو لي دونجور. بالنسبه لي، بالنسبه جيت بواحد لي دونك جيت بواحد كيما تقول فلسفه، طريقه تفكير، طريقه كذا. اي حاجه جديده غتطلب بالوقت، اي حاجه جديده غتطلب بالوقت. اشنو هو الوقت فين تي فين تي فين تي يبقى انه الناس يتقبلوها الهدف الاول. هذيك انا هي الاساسيه بالنسبه لي. كنحاول انا مع اللاعبين ديالي نفهموا شي حوايج علاش تنديروهم، بعد الا تتفهمهم تتقبلهم تفقد تديرهم هذا تديرهم من بعد. في الاول كان صعوبه في الاول لانه حوايج جداد سي نورمال، ولكن مع الوقت بقى تحسن كبير، تحسن لي انا استغربت السرعه ديالو. انت منتظر انه غادي يطلب وقت اكثر، هذا راجع لثقه اللاعبين والامكانيات ديالهم. نقدر نقول لك حنا في الطريق الصحيح. علاش؟ لان شفتها كنشوفها في التدريب، وكنشوفها حتى في المباريات اللي كنا لعبنا في السوبر كوب، ولا حتى في البطوله. واخا توقفت البطوله ما لعبناش ماتشات كبار، ولكن كان واحد التحسن اللي كبير. الا انه حنا باقي في الطريق، باقي خاصنا نديفلوبا كل نهار، خاصنا نكونوا واجدين كل نهار، ماشي تاني ديك الثقه الزايده ولا هذا. خاصنا نكونوا نخدموا، وانا كما كنقول لك المسؤول الاول انه كنحاول انه كل يوم نشوف شنو اللي نحتاج الفريق ديالي. المسيح اللي كنشوف الصراحه بالنسبه لي انا باش ما نجاملش راسي تا تبشر بالخير، ولكن خاصك تكون بري 100% ما كتشوف مع ما تكون واصلها، ولكن غادي نحاول انه نجيب واحد المستوى اللي يقدر يشرف الكره المغربيه، لان تلعب كومبيتيسيون انترناسيونال واحد ايدونتيتي اللي باينه. نقول لك لان مهم، احنا مغاربه وحنا عندنا الامكانيات ديالنا، خاصنا الهويه كنسميها، هويه تكون باينه. هويه شنو نقصد بها؟ هو دفاعيا وهجوميا، وهذيك الهويه اللي غادي تديك الالقاب. وانا كنعمل بان الكره هي اكثر في الاخر، خلينا من هذاك الشيء تاع النتيجه، راه هي النتيجه، كاع كنلعبوا على النتيجه، ولكن اش نقدروا نوصلوا لهذيك النتيجه؟ حنا خاصنا نوصلوا لهذا المستوى هنا في المغرب، هذا خصنا نوصل لها، لان تبارك الله كلشي تيعرف في الكره، كلشي تيفهم في الكره، تقدم كبير في فينالس كاس العالم، وهذا خصنا نزعمو في هذه المساله هذه، خاص يكون داك الشيء عقلان وقاعد هذا، وهذاك الشيء المهم. انا ما عرفتش نتكلم على الناس الاخرين، ولكن كنشوف راسي في الخدمه ديالي، كنشوف مع اللعبه ديالي. حنا كفريق الوداد كمثال الفرق المغربيه، نحاول الكره المغربيه نشرفها في التيار الانترناسيونال، انه نقدم هذيك الهويه للناس اللي تتفرجوا في الوداد، يشوفوا طريقه اللعب دفاعيا ولا هجوميا، ماشي اليوم خضر وخط احمر ولا خط اصفر، لا نفس المسائل نديروهم حتى خارج الملعب. وهذيك كنامن بها بانه هي تعطي النتيجه. حنا الحمد لله مرتاحين على الخدمه اللي كنديروا، وكنتمنى ان شاء الله نكون احسن في المستقبل.